يسعد صباحكم مشاهدينا من جديد، وهلا وصلنا لفقرتنا الحواريه الاولى لليوم اللي دائما خصصناها للحديث عن الدعم النفسي والاجتماعي لذوي الشهداء، وخصصنا اكيد بالحديث عن زوجات الشهداء لان زوجات الشهداء وابنائهم سيكملون المشوار لتبقى سوريا قلعه منيعه على الاعداء، ولذلك لابد من دعمهم بكافه الاشكال. لذلك مشاهدينا يسعدنا ان نستضيف معنا في الاستوديو اليوم السيده صفاء محمود زوجة الشهيد دارم عبد الرحمن محمد. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي، بداية الرحمه لروح الشهيد. رحب فيكي بصباحنا، اهلا وسهلا فيكي، والله يرحم زوجك الشهيد. يعني بالبدايه خلينا نحكي عن يعني استشهاد زوجك، كيف تلقيتي خبر ونبأ استشهاد زوجك؟ اول ما اجانا الخبر كان شهر رمضان دخيلهم، كانوا طالعين بمهمه من الامن العسكري، فهني وراجعين من المهمه اجانا صار معهم ما بعرف شو، هن الدول المهمه ورجعوا. فهن وراجعين اجانا نبأ استشهاد، واجا رفيقه على البيت خبرنا الساعه 1 بالليل انه دارم. الله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه يا رب. اكيد الرحمه لروح الشهيد، الله يرحم الشهداء، شهاده وفخر لكم اكيد فخر لنا. تعتزي فيها انت وابنائك. كم عندك انا ولا؟ عندي ثلاثه اطفال. ثلاث اطفال، اعمارهم؟ حيدر عمره 12 سنه و7 شهور، مريم عمرها 9 سنوات، زين العابدين عمره 6 سنوات و8 شهور. الله يخلي لك اياهم ويحميهم يا رب. لهيك بدي اسالك، يعني انت صفاء بالاخير يعني بعد هيدي المرحله تلقيتي خبر استشهاد زوجك، اكيد الرحمه لروحه الطاهره، الله يرحم الشهداء، بلشتي بدك تكملي بقى المشوار يعني لوحدك انت واطفالك. خبرينا كيف انت عم تعززي فكره الشهاده اللي هي انبل واسمى شيء بالوجود، وكيف عم تعززيها عند اطفالك الصغار اللي هن فقدوا اكيد خلينا نقول العميل لإلهم الاساسي بالاسره هو الاب. هلا اكيد وقت اكيد بالنسبه لي بدي يكون انا بالنسبه لإلهم الاب والام بنفس الوقت، وبدي ادعمهم، بدي يكون كأم وكأب. يعني هلا انت بدك تتابعي المسيره، وبدي تابع اكيد المسيره. الله يرحم الشهداء، الله يرحم جميع الشهداء، لازم نكون قويه اكيد، هذا الشيء لازم تكون معزز لازم عندك يعني. وهي الغصه اكيد هي بتبقى بالقلب والحزن بيبقى بالقلب، بس لحتى تقدروا تكملوا يعني المشوار من يعني مشان اطفالك مشان ابنائك. لا هو حمل مانو سهل، كاطفال مانو سهل، ولازم نكون واقفين معهم وداعمين. صحيح، الله يرحم شهداء. انا استفقد الاب مانو كمان. صحيح، بالامر السهل، مانو بالامر السهل. أكيد. يعني صفاء يعني اكيد نقول لك الله يرحمه لزوجك الشهيد. يعني بدايه خبر استشهاده كان اكيد في دعم لك من قبل الاسره من قبل المجتمع، احكي لنا مين كان اقرب حدا لك دعمك وقف جنبك لحتى قدرتي توقفي وتكوني بجانب اولادك اللي هن بحاجه لك كثير. هلا كاسره انا طقيت الدعم اكثر شيء من بيت عمي، أنا ساكنة عندهم، عرفتي كيف؟ أما كمجتمع ما تلقيت دعم نهائيا، يعني أنا ما أخذت الحقوق اللي أي زوجة شهيد مثلا بتاخذها. نعم نعم، يعني حاولتي إنه تشوفي وين مثلا تقدمي لمكان معين لحتى تحصلي على حقوقك؟ يعني المصاب صار واحد هلا صفى بهي الفترة. هلا أنا قدمت على مسابقة ما مشي الحال، رجعت قدمت على مسابقة كمان ما مشي الحال. فانتسبت إلى رابطة أبناء وبنات الشهداء. يعني أنت سألك هذا كان انتسبت إلى رابطة أبناء وبنات الشهداء. أنا بشكرهم كثير لأن فعلا قدموا لي دعم نفسي ومعنوي ومادي. وبالنسبة للأطفال إيه، أنا عندي حيدورة في دورات مجانية صيفا وشتاء، وفي دورات ترفيهية عند الأولاد كمان بيروحوا عليها، وفي دورات كمان في دورات خياطة كوافير خلط مساحيق معجون جلي شامبويات كمان. أنا استفدت مبارح من
من اكيد يعني هي رابطه ابناء الشهداء، يعني اكيد هي وجدت يعني لدعم ذوي واسر الشهداء، هي المنظمه الشعبيه الاهليه اللي اعتنت بالاسر، واكيد ضميتهم واصبحتم مثل الاسره الواحده، المجتمع الواحد، المصاب واحد، الفقد واحد، يعني هذا الشيء اللي عزز عندك يعني انه انت بدك تكملي مسيره الشهيد يعني. مضبوط، هلا انا وصلت لمرحله اني كنت فعلا يأساني فيها على الاخر يعني. كيف قررتي تنتسبي لرابطه ابناء والشهداء؟ والله انا شفت اعلان بالطريق مشان يعني شفت انه مشان الواحد ينتسب، ورحت فعلا انتسبت، وفي اهتمام منهم كثير كثير، يعني اي نشاط بدهم يعملوه بيحكوا معي، اي رحله بيحكوا كمان، يعني في بشكل دائم، يعني حتى دا وصلت معه لدرجه انه ابني حيدرة اذا راح على المعهد وتاخر 5 دقائق بدقوا لي انه ابنك وين. يعني قديش حلو هذا الشعور انه انت بالبدايه كنتي بحاجه لحدا يوقف جنبك. شفتي هذا الاعلام مثل ما عم تقولي، قررتي انك انت تطلعي من هالحاله، تقدمي هذا الدعم لاولادك، تقدمي الدعم لنفسك بالبدايه. وضمن الرابطه كيف كان شعورك لما شفتي فعلا يعني هاي الرابطه؟ فعلا الرابطه، انا اول مره رحت سجلت كنت خايفه، عرفتي كيف؟ لاني من شو كان الخوف يعني السيده صفاء؟ كان الخوف لاني تو كل ما بسلك طريق بشوف حالي انيتني انا رجعت لورا، فلا رابطه ابناء الشهداء دعمتني لقدام فعلا. ما كنت بتعرفي حدا منتسبين للرابطه وشجعك انه؟ لا ما كنت بعرف، ما كنت بتعرفي، شفتي فقط الاعلان. انا شفت الاعلان ورحت انتسبت، والانسه تغريد شكرا كثير لإلها والاستاذ مازن. اكيد لقيتي هذا الفرق وهذا كثير في فرق، كثير في فرق. ببداية انتسابك لما دخلتي للرابطة شو أول شيء اتجهتي له؟ كان هو لحيدرة لأبنائك؟ ايه لحيدرة، انه سجل له دورات كانت صيفية فسجلنا له فيها دورات صيفية، فهن سجلوا لأولادي عند الاثنين السابقين دورات ترفيهية بالصيف، ظلوا شهرين مستمرين فيها واخذوهم انشطه ترفيهيه كمان على بستان الباشا، اخذوهم اسبوع يعني كان دعم مباشر للابناء، وكان في دعم ايضا لزوجات الشهداء، يعني بمجرد وقوفهم بجانب ابنائكم اكيد دعم لكم بالبدايه هو دعم لابنائكم. صحيح. يمكن نادين هلا معنا اكيد عنا هلا اتصال، بدنا نتحدث اكيد نحن بالموضوع اللي عم نحكي فيه سيده صفاء، يعني هذا الموضوع اللي كثير مهم، الدعم النفسي لاسر وذوي الشهداء وخصوصي زوجات الشهداء. مشاهدينا لدينا اتصال مع السيده الاخصائيه النفسيه نيرمين الحداد. يسعد صباحك استاذي نيرمين. صباح النور، اهلا وسهلا فيكي، واكيد بنقول لك يسعد صباحك، ونحن عم نحكي بموضوع كثير هام عن اهميه الدعم النفسي والاجتماعي لذوي واسر الشهداء، وخصوصا نحن نخص بالذكر زوجه الشهيد التي هي ستكمل الطريق هي واطفالها، يعني بعد استشهاد زوجها الشهيد. بدنا نتحدث يعني بدايه سيده نرمين عن اهميه الدعم النفسي والاجتماعي. صباحكم خير، وصباح ضيفي بالاستديو كمان. اكيد لما نحن بدنا نحكي عن اهميه الدعم النفسي بدنا نحكي بالاول عن الدائره الاولى بالمجتمع اللي هي الاسره. صحيح. لما يكون طبعا الاسره اللي فيها رح يكون فيها زوجة الشهيد وفيها اطفاله، بعدين بننتقل على الدائره الاكبر اللي هي المجتمع. بما انه الضيفه بالاستوديو هي زوجة شهيد معنا، فاهميه الدعم النفسي رح يكون بالاول متركز نحو هي كمقدم دعم حتى لاطفالها، هي رح تكون داعمه بنفس الوقت. صحيح. لهدول الاطفال الموجودين. صحيح. بالمنزل بالبيت او مع. فانا سمعت ضيفي عم تحكي انه هي لما توجهت لرابطه ابناء الشهداء كان تركيز او اهتمامها نحو طفله، فهي بهذا الشيء هو نوع من الدعم نفسه. طبعا نحن اذا بدنا نحكي عن الدعم وأهمية الدعم بحياتنا أو بحياة هدول الأطفال، الدعم هو عبارة عن استجابة أو نحن دعم إنساني أو تقديم نوع من المساندة النفسية لهدول الأشخاص أو المساندة الإنساني. صحيح. وعم نحكي عن شيء نفسي واجتماعي، فنحن عم نحكي عن الشخص أو الإنسان بحد ذاته. فأنا لما عم بحكي عن زوجة شهيد فأنا عم بحكي عن إنسان بكائن، إنسان كائن جسد، في عواطف، في أفكار، في مشاعر، في سلوك. نعم. وعم بحكي عن جانب اجتماعي اللي هي البيئة المجتمع اللي موجود حوله، عم بحكي عن وضع اقتصادي أو وضع اجتماعي، طبيعة علاقاته حتى مع الأشخاص الموجودين حوله حتى مع أبنائه في الأسرة.
فأهمية الدعم بينطلق أنه أنا رح أقدم دعم من هذه الناحيتين، من الناحية النفسية أشتغل عليها كشخص، عزز لها ثقتها بنفسها، خليها الشيء اللي قدمه زوجها أو هيدي التضحية اللي قدمها أنا عم أعزز من خلال ثقافة الشهادة عندها، ومن خلال تعزيز ثقافة الشهادة عندها أكيد رح تعززها عند أبنائها، ومن خلال أنا خلد لها أعمل نوع من الأكد على مفاخر هاد المفاخر اللي قدمها زوجها الشهيد، فهي أكيد هيدي الثقافة أو هيدي الفكرة رح تنتقل منها بشكل تلقائي لأطفالها. هي الدعم الدائرة الأولى اللي هي دائرة الأسرة. لما بدي انتقل على الدائرة الثانية اللي هي دائرة المجتمع، أنا لما أعزز علاقات، لما أجت على الرابطة أو لما أجت على انتقلت على مجتمع ثاني شافت أشخاص ثانيين عم تشارك هدول الأشخاص الثانيين، فأنا هون عم خليها تشوف إنه في شخص ثاني عم بيضحي بالتالي نفس المصاب يعني. تماما عم تشاركوا هذا المصاب، ولما انا عم شوف هيدي الحاله الموجوده عند الاشخاص الثانيين عم تعزز عندي عم تعزز عندي التضحيه اللي قام فيها زوجي. صحيح. وانا بدوري رح اعزز عند ابنائي، ولما يكون هدول الاطفال رح يتشاركوا مع اطفال ثانيين ورح يكون الدعم الموجه من هدول، يعني افضل دعم نفسي انا بحس انه الطفل هو زياره طفل لطفل ثاني عم بيعاني من نفس الازمه، فهو هون دعم نفسي عم بيقدمه الطفل لطفل ثاني. نعم، يعني سيدة نيرمين قديش هن بحاجة فعلا لهذا الدعم النفسي، خصوصا زوجات الشهداء اللي يكونوا فعلا واقفين مع أبنائهم وينتقل هذا الدعم لأبنائهم مثل ما ذكرتي حضرتك. بالنسبة للدعم المعنوي الدعم المادي بشكل عام، الدعم بكل أشكاله، حضرتك كأخصائية نفسية قديش هن بحاجة لجميع أشكال الدعم، وهل لامستي يعني فعلا هي النتائج موجودة من خلال التعامل معهم ضمن الرابطة؟ طبعا أهلا، لما نحكي عن الدعم أنا برأيي الدعم بكل أشكاله كان نفسي ولا اجتماعي هو عبارة عن خطة لتغيير إيجابي بحياة هدول الأشخاص. صحيح. في شيء حصل بحياتهم أثر في ركن من أركان الأسرة، اختفى هذا ركن من أركان الأسرة، في آثار على الأطفال، في آثار على الأم. فأنا لما بدي أحكي عن دعم بدي أحكي عن خطة عم تكون رح هيدي الخطة فيها أولويات، فيها أساسيات، فيها أركان لتغيير إيجابي بحياة هيدي الأسرة. فإذا كان في إذا كانت الأسرة طبعا إذا بدنا نحكي عن الدعم النفسي، أول شيء أنا بدي أشتغل على شخصية هدول، بدي أشتغل على الشخصية من خلال برنامج يخفف الآثار، يمكن أنا دخلة بمجموعة تعلم نشاط معين تفرغ من خلال هذا النشاط هي كزوجة. أما كطفل لما أنا بدي أشتغل عليه على دعم نفسي، ممكن مثل ما حكيت في أنشطة ترفيهية كثير، مثلا الرحلات الترفيهية اللي عم يعملوها للأطفال، يمكن رسم حر، يمكن كتاب في قصص. قديش عم تساعدهم هدول كثير عم بتساعد هدول الاطفال، طبعا عم بتخلي في نوع من المرونه بالتفكير عند الاطفال، عم بتخلي نوع من انه حتى تحمل المسؤوليه تقبل الموضوع تماما تقبل الموضوع، حتى في انشطه كثير عم نشوفها من خلال مبادرات اللي هم عم تقوم على الارض هي تعزيز عم يعزز عند الاطفال الايثار. نعم. انه انا بس انا ضحي قدم دون مقابل. السيده نرمين انت حضرتك حكيتي شيء كثير مهم هو التقبل، يعني هلا في حالات اكيد عندك بالرابطة مرت عليك هي صعبة جدا، يعني حالات صعبة انه هني ما عم يقدروا يتقبلوا ويطلعوا من هيدي الحالة ومن هي الآثار النفسية والاجتماعية التي لاحقت يعني حالة الفقد. حتينا انه لما بتمر هيك حالة انت كيف تقدري لا تقنعي مثلا وخصوصي زوجة الشهيد اللي بتحس حالة لحالة واكيد فقدت هي المعيل لإلها والأساسي لإلها بالمنزل، خبرينا كيف تقدري يعني انت كحالة نفسية اخصائية نفسية تقدري تطلعيهم بهي الحالة ويقدروا يندمجوا بالمجتمع. على كردة فعل أول دائما في صدمة عاشها هذا الشخص، فنحن ردة الفعل الأولية لازم نتقبلها شو ما كانت لهذا الشخص. طبعا نحن لازم نتركه يعبر عن اللي عانى في مدة زمنية معينة لنعتبر فيها هذا الشخص عم بيعاني من وضع نفسي خاص، يمكن تكون هيدي المدة شهرين. فأنا بعد شهرين إذا طلع هذا الشخص على وضعه فرأيه أي ردة فعل على فقد شخص بالأسرة لأي إنسان سواء كان شهيد أو إنسان عادي، فهو الرد الأول هو رد تجاه صدمة، فنحن بنعتبره عادي في مدة زمنية معينة. يعني إذا تجاوز هيدي المدة الزمنية اللي صار فيه أثر على أكله على شربه على علاقاته مع الناس الثانيين، طبعا صار هو بحاجة لهذا الدعم. لما يكون الشخص بهذا الوضع فأنا لازم أفهم هذا الشخص منيح، بدي أفهم أنا كيف البيئة اللي عايش فيها هذا الشخص.
لما افهم انا البيئه اللي عايش فيها هذا الشخص وشو هو اللي بياثر عليه، يمكن طفل من ابناء هذا الشخص ياثر عليه، فانا بقدم الاليات او بقدم الدعم المناسب لهذا الشخص من خلال يعني الشيء اللي ممكن ياثر عليه. اذا كان طفل او كان زوجة شهيد، اذا انا النشاط يمكن هو يرفض يروح على المدرسه، يمكن يرفض عمله، فانا بعوضه بنشاطات ثانيه. فلما اعوضه بنشاطات ثانيه او اعوضه بشيء ثاني، اكيد بعدين راح يرجع يحاول يصير عنده شوي من ترجع نقاط القوة اللي كانت راحت خلال الصدمة أو التعرض إلى ترجع ويرجع نشاطه الاعتيادي. بس أنا لازم أول شيء دور على نقاط القوة عند هذا الشخص بمجتمعه، من هنا الأشخاص المهمين عنده بدائرته، يمكن يكون طفل مثل ما حكينا عنده يدعمه تماما. افهم هذا الشخص مضبوط وافهم محيطه وبعدين قدم الدعم. نعم لهذا حل الشخص. يعني سيدة نرمين، بالنسبة لزوجات الشهداء عم نحكي بالشق الإيجابي، عم نلاحظ أنه هن عم يقوموا بالدعم فعلا، يكونوا داعمات لأنفسهم بالدرجة الأولى، وأيضا يقدموا هذا الدعم للأخريات اللي بيكونوا أول مصابهم. شو بدك تحكي لنا عن النساء السوريات، قديش عندهم هاي القوة والصبر، الشيء اللي عم بيقدموه كتير حلو من خلال أعمالهم، من خلال يعني وقوفهم بجانب بعض ووقوفهم مع أبناء الشهداء بشكل متشابك. يعني طبعا التضحيات اللي عم بيقدمها ازواج الشهداء عم بتكون نقطه ايجابيه بحياتهم، فهني عم بيحاولوا من خلال نشر هذه الثقافه عند بالمجتمع، فهني عم بيحاولوا انه انا اتقبل هذا الوضع. عم بتقبلوا ليش؟ لانه هذه التضحيه ما كانت طبعا تضحيه سودا، اما هي تضحيه عن ارض، تضحيه عن عرض. فانا عم في عندنا حب العطاء، يعني النساء نعم. السورية بتميزوا بحب العطاء، هي أم صحيح. هي زوجة، فهي عندها حب العطاء، فعم تفضل حتى المصلحة العامة عن المصلحة الشخصية عندها لما هي عم تتقبل هذا الوضع. ونحن حكينا لما بيكون في نساء أو في سيدات ما أنا متقبلة هذا الوضع، فبيكون أكيد في وضع نفسي خاص عندها. فنحن لما نخلي هي حب العطاء عندها ونخلي الجانب الإيجابي معزز تماما، فنحن لازم نقدر هذه التضحيات الموجودة سواء بعدة مناسبات، سواء نحن انه نعوض زوجة الشهيد ونعوض اطفالها بحجم التضحيات اللي كانت طبعا، ونوفر امتيازات. الامتيازات الموفرة يمكن هي تدعم هذه النقطة أو تخلي الجانب الإيجابي للشهادة أكثر من الجانب السلبي. أكيد يعني المرأة السورية هي الخنساء السورية التي أصبحت قدوة ومثال طبعا لكل مجتمع العالم. متشكرك الأخصائية نرمين الحداد، حضرتك الأخصائية النفسية، ومتشكر أكيد جهودكم المبذولة طبعا في الدعم النفسي والاجتماعي لذوي وأسر الشهداء. شكرا لك وشكرا لمداخلتك معنا اليوم. أهلا وسهلا فيك وشكرا لك. بنرجع لك سيدة صفاء لنحكي أكثر عن أبنائك، المستقبل اللي أنت بتعولي عليه هؤلاء الأبناء، يعني من بعد استشهاد والدهم أكيد في توجه آخر، يعني والوقوف جنبهم دعمهم حتى توصية الوالد، احكي لنا عن هذا الجانب. بالنسبة للأطفال أكيد أنت بدك تسايريهم، هاي أول شيء، وبدك تمشي معهم مثل بدك تمشي معهم وبدك تستوعبي افكارهم وقت بيكون في صعب بتكوني معهم، اما وقت بيكون في غلط لا، ما بدك بدك تفهميهم انه هذا الشيء فعلا غلط. يعني انت بدك تكوني الام والاب بنفس الوقت، صحيح. وهذا الشيء ابدا ما انه سهل طبعا. نحن عم نحكي فعلا يعني هذا الشيء اللي انت الغصه وهي الحرقه اكيد والدمعه اللي بعينك، يعني هذا الشيء نحن بنقدره واكيد حاسين فيكي وحاسين بهيدا الشعور اللي انت حاسستيه، واكيد انه انت فقط انه بكفي انه هلا انت بيناتنا هو دم شهدائنا ما لازم يروح هيك، يعني الله يرحم شهدائنا. حلو، انت منيح وصلتي يعني لهذا الشعور لهي الله يرحم شهدائنا. نحن لا لازم نمشي نحن بطريقكم ونكفي. حلو. ونكفي المشوار، يعني تركوا أماني برقبتنا، يعني وهي الأماني صحيح. هي أماني ما أنا سهلة. الله يرحم جميع الشهداء والله يكون بعون الأمهات. صحيح. ابنك الكبير أي صف؟ ابني صف سابع. سابع. شو بترسمي له مستقبل لقدام، يعني بشكل عام دراسته كيف بعد استشهاد الوالد؟ ضروري يكون في تحديد هدف، صمود أكثر، وقوف بجانبه أكثر من خلال دراسته ليحقق شيء كان بيتمناه الوالد، ليحقق شيء أنت بتشوفيه فيه هلا من خلال يعني هيدي الشهادة اللي عم يمشي على بنورة الأطفال بشكل عام. حيدرة ما شاء الله عندي اياه متفوق شاطر، بس اول فتره اثرت عليه
تراجع شوي لورا، بس لا الحمد لله انه بعد فتره رجع يمشي يمشي ورجع لمستواه اللي كان عليه. وبتضلي بدك تضلي توعي انه ابوك بده اياك هيك، ما بيصير، انت ابن شهيد، بتعرفي الولد انه هذا هو هذا بحاجة الحكي كمان لكلمات ابوك شايفك. بتعرفي الطفل لازم دائما بشكل دائم هو بيفتخر دائم بشهادة ابوه، بيفتخر ابوه انه نعم طبعا أكيد. يعني وهذا الشيء فعلا هو مسؤولية كبيرة عليك، انك انت فعلا عم تقومي بدور الام والاب، واكيد يعني لا شك بقدراتك، يعني بخصوص انك انت طلعتي يعني من هاي المرحلة وعززتي هذا الشعور وهذا الاحساس وعززتي قيمة الشهادة عندك وعند ابنائك. اكيد بنتمنى لك التوفيق بحياتك وانك تستمري بمسيرة الشهيد وتكفوها طبعا مثل ما كان بيتمنى الشهيد واكثر. كلمة أخيرة شو بتحبي تقولي لنا اياها سيدة صفاء؟ والله يحمي قائدنا ويحمي بلدنا. امين يا ويحمي رب. ويحمي جيشنا ويحمي رئيسنا لانيته هو فعلا المرايه. بتوجهي كلمه ايضا للسيدات يعني اللي وقعوا بالمصاب. السيدات اكيد لازم يكونوا اقوياء، وما في سيدي الا ما بدها اول فتره تكون فعلا صدمه وبدها تكون واصله لمرحله انيته ترجع توقف من اول وجديد. انه انا قصدي انه كل وقعه ترجع بتقويها للسيده وتخليها واقفه اقوى من قبل. صحيح. بدنا نتشكرك، بدنا نقول لك الله يرحم جميع الشهداء، ان شاء الله يا رب بتشوفي يعني هذا الفخر والاعتزاز باولادك. شكرا لك. شكرا لك والرحمه للروح الشهيد.